هنتكلم على فيديو مهم جدا في المودول هو تكمله المودول ليجنز. هفكركم بعناوين الفيديو اللي فات عشان ندخل في الموضوع الجديد. الفيديو اللي فات كنا بنقول مودول ليجنز هبتدي اريا 4 لو باظت يحصل ايه؟ اريا 6 نزلت تحت كورونا رادياتر، اتكلمت عن انترنال كبسول اكيوت اند كرونيك ستيج، واتكلمت عن برين ستام وقلت لو حصل القطع اباف الميدالري بيراميد او تحت الميدالري بيراميد. النهارده هتكلم على اخر جزء في المودول سيستم ليجنز هو السباينال كور. لو تفتكروا معايا انا في السنسري قلت لو نص السيجمنت اوف سباينال كور ديبوزيت هيمي سكشن سميتها براون سيكوال سيندروم. النهارده انا هقول ان السيجمنت كلها باظت مش النص الطول، فهنيجي نرسم مع بعض ونشوف الفكره. ده السيجمنت بتاعتي بسرعه طبعا بالثلاثه هورنز يمين وشمال، وزي ما متفقين السنه دي لازم هعمل الميد لاين بتاعتي، وادي الميد لاين اهي، وهرسم سيجمنت ثانيه تحتها وهنعرف ايه الفكره من كده. طيب المهم ان ده الكورتكس فوق، واحنا عارفين التراكت بيمشي ازاي. التراكت المفروض من الموتور كورتكس، لو ده رايت كورتكس المفروض ان هو بيوصل لغايه المظله لو فرضنا ان دي المظله، وفي 80% من الفايبرز بتعمل كروسنج اللي انا هنقطها دي اللي هي ال 80% وسميناها لاترال كورتيكو سباينال تراكت. فين بقى السيجمنت اللي هبوظ؟ السيجمنت اللي هبوظ عندنا هعملها لكم بلون تاني وليكن اللون الازرق ده. دي السيجمنت اللي باظت. باظت بسبب بوليت رصاصه او تروما. يبقى اول كلمه لازم اكتبها في العنوان عندي هي الكوز. ايه سبب ان السيجمنت دي باظت كلها؟ كلمه كومبليت ترانس سكشن معناها السيجمنت باظت كلها سواء الرايت سايد او الليفت سايد. من هنا ما بقولش هيمي سكشن، يبقى السبب رصاصه او تيومر تروما ايا كان. نيجي بقى للنقطه الاهم، ليفل. يا ترى انهي سباينال سيجمنت اللي باظت؟ تفرق معايا. هتكلم على ثلاث نقط. اول نقطه لو فرضنا السباينال سيجمنت اللي باظت في الابر سيرفايكال ريجن، فوق سيرفايكال سيجمنت ثلاثه. كلنا عارفين ان الفرانك نيرف بيطلع من سي 3 4 5 تو سبلاي ذا دايافرام. لو حصل القطع اباف سي 3 يبقى الدايافرام مش هيشتغل، يبقى حصل ريسبيراتوري باراليزس، شلل في العضلات التنفس. نيجي تاني ليفل عندنا، نفترض السيجمنت اللي باظت هنقول عليها لور سيرفايكال. لور سيرفايكال يعني ايه؟ يعني اباف ذا بريكيال بلاكسس. كلكم عارفين من الاناتومي في سنه اولى البريكيال بلاكسس سبلاي الابر لين. لو انت قطعت من فوق يبقى لا الابر لين شغال ولا اللور لين كمان، هيكون العيان ده عنده شلل رباعي اسميها كوادري ليجيا. ما هو كوادر يعني الاربع، اربع اطرافك خلاص مش شغالين، في شلل. الليفل الثالث لو حصل القطع ميد سوراسيك، وتعالوا نفهم لو حصل ميد سوراسيك عليا في الحته دي، طب ما هو الابر ليم شغال، بريكيال بلاكسس سليمه، طب المشكله في ايه؟ رجليه الاثنين مشغولين. انا لما يكون رجليا مشغوله او طرفين متوازيين مشغولين هسميها بارا بليجيا. كلمه بارا يعني بارلل، انت اطرافك رجليك الاثنين هي اللي مشغوله. طيب الراجل ده يتنفس كويس؟ طبعا نورمال ريسبيريشن، لان التنفس سي 3 و4 و5 يعتمد
سيرفايكال وميت ثوراسيك. اجي ليه العنوان الثالث النهارده لازم اكون عارفه. يا ترى دلوقتي لو السيجمنت دي باظت ايه اخبار السيجمنت بيلو ذا ليفل اوف ذا ليجن؟ فاكرين لما شرحت هيمي سكشن كنت دايما اقول ايه؟ المشكله في بيلو ذا ليفل اوف ذا ليجن. دايما كلامي مش ايه ذا ليفل دي بايظه خالص، كلامي على البيلو. بصوا بقى ازاي. اول كلمه عايز اقولها التريكت المفروض ينزل كده كراس، شايفين المنقط ده، وينزل هنا على انتيريور هورنزن بالعقل ومن غير حبس. هحط ايدي على السيجمنت، السيجمنت دي باظت اهي، هل التراك هيكمل وينزل الانتيريور هورنزن اللي تحت؟ هتقول لي طبعا لا، كان التراك ده اتقطع خلاص، انا ماشي في مكان باظ، السيجمنت دي كانها مش موجوده تماما، قطعتني النير. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان العريان ده يقدر يتحرك؟ تقول لي لا، فقط الفولانتري موفمنت. يبقى اول كلمه لازم تقولها لي لوس اوف فولانتري موفمنت، فقدان الحركات، ما يقدرش يتحرك. واتفقنا في فيديو الابر موتور نيورون ليجن لان الكورتكس الانتيريو هورنز يا جماعه ده اتفقنا التراكت اللي بيتقطع لا يمكن يلحم تاني، نيفر ريجنريت. انت ما عندكش نيورولامنال شيس او شوان سيلز تجدد العصب اللي اتقطع، والكلام ده قلناه، والكلام ده بيبقى دائم بيرمننت لوس، لا يمكن هيرجع تاني. نقول حاجه ثانيه، سيفقد كل السنسيشنز. انا كلامي على فين دلوقتي؟ على بيلو ذا ليفل. فين الليفل؟ هو ده، هي السيجمنت اللي انخططها للاسف، ده المكان اللي حصل عنده القطع وده بيلو. هتقولي يعني ايه؟ تعالوا نعمل حاجه بسيطه، اي سنسيشن بيدخل كده يا اما يطلع لفوق، فاكرين اللي هو الفاين سنسيشن، يا اما يبقى كرود سنسيشن فيعمل ايه؟ كروسنج. فاكرين لما قلنا سباين وسلامك تراك لازم كروس الناحيه الثانيه في السباينال كور، سواء هيعمل كروسنج او هيطلع ات ذا سيم ساين اكسي لاترال في الدورسال كولم، كده كده طريقه مفقود يا ولدي زي ما بيقولوا. في النهايه لا يمكن السنسيشن هيطلع باي حال من الاحوال، يبقى انا فقدت كل السنسيشنز بيلو ذا ليفل، وفقدت الفولانتري موفمنت البيراميدال تراك فايبرز. في كلمه لازم تتقال في المشكله دي، مراحل المرض. يعني ايه؟ انا في حادثه حصل لي تهتك في فقره معينه اللي هي دي، ممكن تقول لي ايه هي المراحل؟ اقول لك المراحل. لازم هتمر بيه. يبقى احنا ملاحظين حاجه من على البورد، ان الدكتور قال ان الليفل ثلاث كلمات مستوى القطع، وقال ان العيان ده هيمر في ثلاث مراحل. ايه هما الثلاثه؟ اول واحده اسمها سباينال شوك، ودي مهمه جدا. المرحله الثانيه اسمها ستيج اوف ريكفري، والمرحلة الثالثة اسمها فيلير اوف ريكفري. يعني ايه سباينال شوك؟ هقول لك كلمة بمنتهى البساطة، الانتيريور هور سيل اهي، خلي بالك كلامي بيلو ذا ليفل اوف الليجن. طيب الانتيريور هور سيل لما سألناها سؤال قلنا لها انت ليه مش شغالة؟ قالت اصل انا اتحرمت من السيجنال اللي جاية من الكورتكس. يعني ايه اتحرمت بقى؟ ايه الكلمه دي معناها ايه؟ السبرايت كورتكس بينزل جاما امبلس على الانتيريور هورنز. لو شفتوا فيديو اكستراكش ريفلكس انا قلت طول الوقت البرين بينزل حاجه اسمها جاما ستاتيك امبلس.
الجامعة الثابتة طول الوقت بتساعد على التون، ودي احنا شرحناها قبل كده في الاستريتش ريفلكس. الجامعة دي ما نزلتش لان التراكت اتقطع، هعمل زوم على دي. التراكت يا جماعة ما كملش، فدي الهورن سيل معصورة، قالت انا اتحرمت من الحاجة اللي بتشغلني. طب نفكر بقى، والجامعة كانت بتشغلها ازاي؟ الانتيريور هورن سيل دي بتطلع جاما، بتروح لحاجه اسمها بيريفري بتاع الريسبتور، فاكرين ده البيريفري بتاع حاجه اسمها نيوكليار تشين. لما تيجي توصل للبيريفري اوف نيوكليار تشين، البيريفري كان بيعمل كونتراكشن، قلنا لبره، فيحصل ستراتش للنيوكليار تشين، فيبعت افرنت يدخل فيه للسباينال كور، يروح للانتيريور هورن سيل، والانتيريور هورن سيل تطلع افرنت اسمه الفا، يعمل كونتراكشن للاكسترا فيوزال فايبرز. انا بقولها بسرعه لان احنا شرحناها قبل كده في اول فيديو موتور ستريتش ريفلكس. انت اتحرمت من الجامعه خلاص، فكل اللي انت بتقوله مش هيحصل، فالمصر مش هتعمل كونتراكشن، وبالتالي التون اخباره ايه؟ التون هيقل. ما اتفقنا التون هو البارشال ماسل كونتراكشن. طب علشان نمشي بالنظام وما ندوش سباينال شوك، همسحها بس على نفسي وافكرك بالنقط دي في الاخر. لازم تقول لي في السباينال شوك ده العنوان لو اول مرحله، اول نقطه تقول السبب، ودي مهمه جدا. وتاني نقطه لازم نتكلم على الافكتس، الاثار المترتبه للموضوع. السبب sudden withdrawal، والكلمه دي مهمه، اتسحب ايه؟ الفاسيليتاتور انبوتس اللي جايه من الكورتكس، اي مساعده جايه من فوق تشغلك الانتيريور هورن سيل انساها خلاص. فسالناه سؤال، هو انت بتعتمد على مين؟ انا بعتمد على كورتكس، تمام، على اريا 4 اللي هي ستيميولاتي، تمام. وايه كمان؟ قال انتم ناسيين الاكسترا بيراميدال تراكت؟ قالوا لا، قال انا كمان بعتمد على فيستيبولار نيوكليس، فاكرين اللي في المضاله اللي بتزود التون، اتحرمت منها. وايه كمان؟ والريتيكولار فورميشن اللي في البونز اللي ليها انترنسك اكتيفيتي فاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن. ما هو كل دول فوق، كل دول فوق، انا اتحرمت من ده كله. فمره طالبه سالتني سؤال مهم، قالت لي يا دكتور ممكن تشرح الكلام ده عشان يبقى اسهل؟ طلع عادي، اعتبري الانتيريور هورن سيل دي هطلع منها سقف ونعمل عليها سقوف، اعتبريها الابن، ابن، واعتبري الكورتكس هو الاب. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها انت دايما بتعتمدي على قلبك، يوصلك ويجيبك ومصروف ودروس حاجات كتير جدا. تخيلي والدك لا قدر الله مات، هتعملي ايه؟ قلت لي طبعا هدخل في صدمه، عقبال ما اعتمد على نفسي هياخد وقت. قلت لها ما هو ده اللي حصل، دخل الانتيريور هورن سيل في ايه؟ شق، صدمه. فين العائل بتاعي؟ مين اللي كان بيشغلني؟ مين اللي عاملني كنترول؟ خلاص انساه، السكه اتقطعت. عشان كده ده مهم جدا. طيب في نقطه تهمنا جدا بقى قبل ما اجي اقول الافكتس الاول، طب طالما انت اتحرمت من الاب بتاعك قول لي المشاكل اللي هتحصل. دايما المشاكل لازم تتقسم عشان ما تتوهش معايا، لازم تتكلم على طول او نقول موفمنت حركه، ولازم تتكلم على ريفلكسز وسنسيشنز. موضوع السنسيشن والحركه حسبناه فقدان تام طول العمر، loss of all voluntary movement و sensation. يبقى دي انا قلتها، يبقى كلامي على مين؟ على الريفلكسز. الطالب الشاطر لازم يقسم الريفلكس لثلاث عناوين،
والثالثه فيسيرال ريفلكس، وهنشوف الراجل ده حصاله ايه. سوبرفيشال ريفلكس زي مين؟ بلانتر ريفلكس قلناها قبل كده از لوس. هجيب مفتاح واعمل سكراتش للسول اوف ذا فوت من لاترال لميديال، مش هيحصل النورمال ريسبونس، مفيش. لاني خلي بالكم انت طالما قطعت التراكت يبقى مفيش ابر موتور نيورون واصل للانتيريور هورن سيل، واتفقنا في الفيديو اللي فات ان الابر موتور نيورون يتحكم في اي ريفلكس، يبقى ده ايه؟ لوست. ومن ضمن السوبرفيشال ريفلكس وعملت لها فيديو لوحده فليكسر وزرور، يعني ايه؟ شك العيان ده الدبوس، لو انسان طبيعي يسحب ايده يعمل فلكشن ما يقدرش يعمل كده لانه فقد الفولانتري موفمنت. وهنا في نقطه ثانيه عايز اقولها، الانتيريور هورن سيل على فكره مش شغاله بالطريقتين. ايه هما الطريقتين؟ الانتيريور هورن سيل مش شغاله لان مش حاجه جايه بالكورتكس، بالاضافه هي مش حاسه بالافرت اللي جاي من ماسل السبندل، يعني مش شغاله لا فولانتري ولا انفولانتري، مش شغاله باي طريق، هي في حاله شك. انا مش حاسه بحاجه، لا تقول لي ريفلكس يشتغل، لان خلي بالكم ده ريفلكس قلنا لوكال ريفلكس مش شغال، وكمان فولانتري موفمنت فقدته طول العمر، يبقى اي ريفلكس هقوله تقول لي از لاست ان ذيس ستيج اللي هي اول مرحله من الثلاثه كله مفقود. طب سؤال مهم، والديب ريفلكس قصدك بيها ايه؟ هنجيب هامر ونضرب على التندر، وهتشوفوا كلامنا في السكشن، لما تجيب الهامر او الشاكوش ده وتنزل على التندر يحصل ايه في التندر بتاع المصري؟ ستراتش، يتمط معاك. لازم لو انت انسان طبيعي المصري تعمل كونتراكشن. كونتراكشن ايه؟ اذا كان اساسا التون قليل يبقى كل الديب ريفلكسز ار لاس او ديكريز، هايبوتونيا، هايبو ريفلكسيا. تعالوا نتكلم على فيسرال ريفلكس. كلمه فيسرال المقصود بيها ايه؟ هاجي امسح اوسع لنفسي واقول لكم الفكره. نفترض ان ده هو اليورينري بلادر. اليورينري بلادر لما بيتملي بيورين لازم يحصل ايفاكيويشن، كونتراكشن للوول وريلاكسيشن للسيمتر. تعالوا نتخيل ده اليورينري بلادر، بعد الافرنت بتاعه فين؟ للسيجمنت دي، تمام؟ وقال لها انا ببعتلك عشان عايز اعمل ميكتوريشن. ازاي بقى؟ هاجي امسح عشان بس تبقى الدنيا واضحه وتبقى سهله. وادي اليورينري بلادر بتاعه اهو، دخل الافرنت اللي هو بيلفيك نيرف. ما احنا عارفين ان الميكتوريشن يعتمد على بارا سمباثيك. البيلفيك نيرف لما دخل عايز يعمل ميكتوريشن يبقى يبعت لمين؟ لاترال هورن سيل. اشمعنى لاترال هورن سيل؟ لان في سنه اولى قلنا لاترال هورن ده الاوريجن اوتونوميك نيرف فايبرز، والميكتوريشن ده حاجه اوتونوميك باراسمباثيك. انا هبعت ده، هتقولوا لي ما انت ما اتكلمتش على ده خالص. يا جماعه ما هي نفس الفكره، ان اي تراكت لازم ينزل على ايه؟ ينزل من فوق لتحت، يعني هيعدي على لاترال هورن سيل وانتيريور هورن سيل. سالنا اللاترال هورن سيل انت وصل لك التراكت؟ قالت لا. الفولانتري موفمنت ايه؟ ما وصلليش، مفيش فولانتري. بالاضافه ان انا كمان مش فولانتري، مين الفولانتري في الميكتوريشن؟ انتيريور هورن سيل. فولانتري كنترول بتاع الميكتوريشن مفقوده الى الابد، اتفقنا ده لوست بيرمننت. طب واللاترال هورن سيل؟ يا دكتور ده باراسمباثيك مش فولانتري، بس كده كده على فكره مش حاسس بالبيرفكت نيرف، مش حاسس. ليه؟ لان حتى لو انت لاترال هورن سيل انفولانتري بتعتمد على كنترول من هاير سنتر، في حاجه اسمها باراسمباثيك نيوكلياي في الهايبوثالاموس هتعرف
كوباية عمال تملاها مية. لا ريفلكس انفولانتري ده شغال ولا انفولانتري كنترول شغال. لان في معلومة مهمة، ميكتوريشن او ديفيكيشن يعتمد على فولانتري وانفولانتري. ايوه انفولانتري انا في الدبليو سي فرس البسات، فولانتري بتحكم في نفسي دلوقتي مش عايز اعمل ميكتوريشن، فبعمل كونتراكشن في السفنكتر اللي هي الانترنال يوريثرال سفنكتر. طب العيان ده ايه اخبار الميكتوريشن ريفلكس بتاعته؟ لوست، مفيش ميكتوريشن ريفلكس، مفيش. عشان كده النظر عماله تمنع. هتقولي طب ما هو الراجل ده ممكن يعمل على روحه، ممكن يعمل يورين كانه طفل صغير. امال احنا بنعمل له ايه بقى في المستشفى؟ نركب له قسطره. ايه فكره القسطره؟ انبوبه بندخلها في اليوريثرا بطريقه معينه، والانبوبه دي في نهايتها في كيس، الكيس ده هو اللي بيملى اليورين، اليورين بيتملي في الكيس ده، والكلام ده هقوله دلوقتي. يبقى لوس اوف ميكتوريشن ريفلكس. كمان انتيفيكيشن عنده نفس المشكله، از لوس بيعمل على نفسه ستولز، يعني فقد كل حاجه. انسان غلبان جدا لا قادر يروح الحمام او فقد فولانتري موفمنت. ميكتوريشن على نفسه، ديفيكيشن على نفسه. ايه الحياه المذله دي؟ يبقى تاني، يبقى فقد السنسيشن وفقد الموفمنت وكل الريفلكسز في هذه المرحله ار ديكريز او لوس. فقد كل حاجه بدليل ان انا سميتها شوك ستيج، او تتسمى باسم تاني في الكتب المحترمه اكيوت ستيج، وقت الحادثه. ايه اللي هيحصل لك على طول؟ طب هو ده بس الايفكتس؟ لا، بلس اذرز. وهقسم الاذرز دلوقتي. يعني انا قلت موفمنت سنسيشن ريفلكس، واللي يلاحظ حاجه في الفيديو ده يلاحظ ان الدكتور كل كلامه تلاتات. اول حاجه الليفل بتاع السباينال ترانزيشن تلات كلمات، اتكلمنا على تلاته ستيجز، طبعا هشرحهم بالتفاصيل. جيت على الستيج الاولى سباينال شوك، قلت فيها تلات عناوين سنسيشن موفمنت ريفلكس. جيت في عنوان الريفلكس قسمته تلاته، سوبرفيشال ديب فيسرال، عشان تبقى مذاكرتك ممتعه. يعني ايه بقى بلس؟ سؤال للطلبه اللي بتشوف الفيديو ده، العيان ده اخبار ضغطه ايه؟ هل ضغطه قليل ولا ضغطه عالي ولا ايه؟ تعالوا نرسم مع بعض. ده فيديو رسم، انت مش مطالب برسم في الامتحان، بس لازم تكون فاهمه عشان تقدر تفهمه. الفكره ماشيه ازاي؟ هنقول ان ده فازو موتور سنتر، خدتوه في سنه اولى، الخاص بالبلاد برشر اللي بيعمل فازو كوليسترش. وهرسم السيجمنت بسرعه اهي، دي السيجمنت اللي باظت وعاملها بايه؟ اللون ده، اللون الازرق، وادي السيجمنت السليمه اللي تحتها، واتفقنا كلامنا كله على سيجمنت بلوزا. الفازو موتور سنتر بينزل اشارات على اللاترال هورن سيل. اشمعنى لاترال؟ لان البلاد فيسلز حاجه انفولانتري، وبعدين عشان يحصل فازو كونستريكشن، يعني اللاترال هورن سيل سبلاي بلاد فيسلز. اهي ده البلاد فيسلز بتاعتنا اللي عامله زي الاسطوانه، انا عايز يحصل فازو كونستريكشن. ايه اللي حصل في العيان ده؟ السيجمنت باظت، فتراكت اتقطع ما كملش، فالفيسلز ما عملتش فازو كونستريكشن. ده هتشتغل ازاي؟ مفيش اشاره وصالي، يحصل له فازو دايلاتيشن، ودي مهمه جدا. فضغطه يقل، يبقى ده اذر افكت، ديكريز بلاد بريشر. هتقولوا لي وايه يعني؟ لما ضغطه يقل كذا. ليه بقى؟ الضغط لما يقل ده معناها ان البلاد فلو اللي رايح لكل التيشوز قلت. واهم مكان يهمني في العيال ده ايه؟ ظهره. يعني ايه؟ الراجل ده نايم مش قادر يتحرك،
انت وانت نايم في البيت بتتقلب يمين شمال في حركه بتعرق في سخونه في حاجه بتحصل في ميتابوليزم الاخ ده البلاد فلو قال هتقول طب وايه يعني هيحصل ان البكتيريا تنمو في المكان ده في ظهره طب ليه يا دكتور البكتيريا بكتيريا بتحب الان ايرابيك ميديوم بتحب المكان اللي ما فيهوش بلاد لان ما فيهوش اكسجين قالت انا ههاجمك هنا ويبقى شكل السكين بتاع العيان ده يبقى كده جلده معرق بنسميها ألسر قرح هتقول لي استنى انا سمعت الكلمه دي قرح الفراش هي دي قرح الفراش تلاقي ظهره مليان السكين از ريجولر جلد بتاعنا على فكره نورمال وناعم لا ده السكين بقى معرق وبقى فيه قرح وبقى فيه لوالب كده واشكال غريبه كاني في حد كان بسنان فسميناها بيد سورز ودي مهمه جدا قرح الفراش وهنتكلم على القرح دي ايه علاجها يبقى ده كارثه حصلت في العيان ان البلاد بريشر عنده قل يبقى نقول تاني السباينال شوك انا قلت السبب وقلت الليفل بتاعه ثلاث كلمات وقلت الافكتس بتاعه ثلاث عناوين بلس اذرز هتقول لي طيب في سؤال البيوبل بتاع العيان ده اخبارها ايه؟ هقول لك البيوبل بتاعته على فكره كونستريكتد تقول لي كونستريكتد ليه؟ البيوبل يا جماعه علشان توسع لازم بتوسع من حاجه اسمها بيوبل ودايليتور فايبرز طب ما هو الفايبر دي لازم تيجي من فوق وتنزل على السجن اللي هي اللاترال هورن سجن لا طريقها مقطوع بسيجمنت فوقيها بايظه فما حصلش بيوبيلو دايلاتيشن تقول لي خلاص انا فهمت لطالما حصل العكس يبقى ده سندروم مشهور اخدناه في سنه اولى اوتونومي هورنر سندروم يبقى دي الاذر افكتس في هذا العيان طب سؤال كمان اخبار السكين بتاعها انا عارف انه بقى ريجولار وبيتسو يا ترى جلده يبقى ساقع ولا دافي ايه اللي هتقول طالما البلاد فلو قابل التيشوز يبقى السكين ما خدش سخونه يبقى ساقع يبقى السكين از كولد سكين عشان كده طلب الشاطره تلاحظ ان الدكتور عمل حاجه قال الاصغر افكتس كام كلمه؟ ثلاثه اتكلم على البلاد بريشر اتكلم على البيبل اتكلم على السكين وقال ان الافكتس الاساسيه ثلاثه سنسيشن وموفمنت وريفلكس طب عايزين نسالك سؤال بقى ايه المشاكل كومبليكيشنز من الكومبليت ترانزيشن وايه يعني يا دكتور لما يفضل الراجل ده نايم ومش قادر يتحرك مشاكل العيان ده على فكره كذا مشكله دي الكومبليكيشنز خلي بالكم انا ما زلت في عنوان سباينال شوك وده العنوان الاهم مشاكل اول حاجه هسالك سؤال التون بتاعه اخباره ايه؟ تقول لي قليل مفيش كونتراكشن يبقى الميتابوليك ريت عنده قليل يبقى حرارته اخبارها ايه؟ تقول لي قليل ما هو الحراره الهيت نتيجه كيميكال رياكشنز يبقى اول كلمه تهمني هايبوثيرميا حراره قليله بصوا بقى المشكله الثانيه اللي في العيان عنده بروتين كاتابوليزم بروتين بتكسر ليه؟ لان حصل لاك اوف موفمنت يا جماعه مفيش حركه ده لاك ايه؟ ده مفيش حركه اساسا يبقى البروتين اوف ماسلز ار بروكن داون عماله بتتكسر يبقى بروتين كاتابوليزم الكلام ده في غايه الخطوره على فكره ولازم تكون واخد بالك منه رقم ثلاثه وليه الكلام ده مهم؟ لإن كل مشكلة في العيان هذكرها لازم وراها تريتمنت. لازم الموضوع يكمل. طب نحلها بإيه؟ التالتة بقى. عنده بيت سورس أو بيت ألسر. ودايماً نقول للممرضات لو سمحت قلبي العيان في السرير. يعني كل شوية أنت وزميلتك حاولوا إيه؟ تحركوه يمين أو
وانا اعمله هياخد منه فلوس. نيجي بقى للنقطه الرابعه، بصوا على اليورينري بلاد عماله تملى ومفيش ميكتوريشن، هو فقد الميكتوريشن ريفلكس فولانتري. وايه فولانتري؟ يحصل ايه في اليورينري بلاد؟ يملى، يبقى اليورينري تراكت انفكشن. اليورين يا جماعه فيه انفكشن، فيه بكتيريا، هتعمل له التهابات في المثانه عنده. بصوا بقى ورقم خمسه كمان غير يورينري تراكت انفكشن، هيجي له حاجه مهمه جدا اسمها سبسس. كلمه سبسس يعني صديد، البكتيريا تعمل مده وتعمل باس فورميشن. دول خمس مشاكل لهذا العيان، علاجهم ايه؟ هايبوثيرميا، يبقى لازم اطمن على ايه؟ تمبريتش. طب البروتين بيتكسر، اديله بروتين كتير في الاكل، كل لحمه بيض سمك، يبقى بروتين ان دايت. طب بيت سورز او تريكت انفكشن او سيبسس، لازم ادي انتي بايوتكس، مضادات حيويه. ومش بس كده، قلنا اليورينري بلادر مليان على الاخر، يبقى ايه علاجه؟ كاسيتر، قلنا الانبوبه اللي تدخل في اليوريسر، عايز افضي اليورين منه بدل ما يعمل على نفسه. طيب الريكتوم عنده مليان ستولز، هو مش قادر يعمل ديفيكيشن، فركب له حقنه شرابيه. حقنه شرابيه اسمها ريكتال انيلا، يعني من الاخر العيان ده هيبقى تقيل جدا على قلبه. فعلا الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء. طيب ناقص اخر كلمه على موضوع السباينال شوك، انا قلت ليفل، قلت افكتس، قلت مشاكل، قلت العلاج. سؤال لازم اللي بيتفرج على الفيديو لازم يسالوني، وبعدين هتفضل يا انتيريور هورن سيل معتمده وقت قد ايه على الكورتكس؟ حتى الناس لما بيقول العلاقه بين الاب والابن بيقولوا جمله مشهوره، يا ابني الحي ابقى من الميت، خلاص والدك توفى ابتدي انت وكمل حياتك واحنا وراك. ملوش وراك بس هو ربنا اللي بيسترها. طيب هتفضل معتمد قد ايه؟ قال لك حسب الكورتكس. يعني ايه؟ يعني انا لو جبت ضفدعه وقصيت لها السباينال سيجمنت، عارفين؟ كده قصيت بوظت سيجمنت في تجارب الفرانك كنا بنعملها زمان. هل يا ترى الانتيريور هورن سيل في الفرانك زي الهيومن؟ لا، لان البرين اللي في الفرانك نوت ويل ديفلوبت، حاجه اي كلام، بنسميها لور الفس. عشان كده اتقال في الكتاب ان يعتمد على اساس الانكفاليزيشن. وايه معنى الكلمه دي؟ كلمه انكفلو يعني برين. قول لي مدى تطور المخ، اقول لك اعتمادك عليه يبقى مده طويله ولا قليله؟ يعني الضفادع تاخد دقايق وترجع تاني لطبيعتها، تدخل في ستيج اوف ريكفر. كلمه ريكفر زي مريض يدخل في فتره النقاهه، خلاص هيبتدي يخف بقى، يبتدي يرجع للنورمال. فهنا الفروج قالت دقايق، ثلاث دقايق، ايه ده؟ ده انت البرين عندك ضايع، ثلاث دقايق وترجع طار. الدوجز بقى ساعات، وده مهم جدا. بصوا المونكيز، طبعا عارفين ان الانسان اصله قرد، حوار ضربه بس مش مهم. المونكيز بياخد ايام، يعني ايام ويرجع الانتيريور هورن سيلف المونكي تفوق بعد ايام. طب انت يا هيومن وانت يا اساس كلامنا؟ قال من اسبوعين لست اسابيع. يا نهار ابيض، ست اسابيع تقريبا شهر ونص. تفضل شهر ونص الانتيريور هورن سيلف بتنعي حظها. طب واعمل ايه؟ طب ريفلكس مش هشتغل. طب في قفل انت جاي لي؟ لا انا مش حاسه بيه، مش هشتغل، ومفيش قفل، وهايبوتونيا. ولو عجبكم بعد ست اسابيع تدخل في ستيج اوف ريكفري. وتعالوا نتكلم على الستيج اوف ريكفري، همسحها وهعيدها تاني عشان الدنيا تبقى واضحه بالنسبه لنا. بصوا بقى اهي، ادي السباينال كورد بتاعتي بلو ذا ليفل، واهو ايه اللي هيحصل. اولا كلمه ستيج اوف ريكفري اللي انت بتتكلم عليها وتحطها هنا كعنوان، ممكن تقول ايه اللي هيرجع في العيان ده؟
وديب وفيسرال انت فقدتها في حياه الشغل. ترجع ازاي؟ لازم الاول اقول كوز لرجوع الريفلكس، وبعد ما اشرحها هتقولي مين الريفلكس اللي يرجع قبل التاني. دي نقطه مهمه. ونبتدي نتكلم على سوبرفيشال وديب وفيسرال ريفلكس، دي التلاته في الفيكس. واتكلم على البلد بريشر، ها كان قليل في الشغل هيحصل له يزيد ولا لا؟ هنتكلم في كل التفاصيل. بصوا بقى معايا التراك اهو، التراك ده لما بيتقطع مش المفروض ان النيرف ده في نهايته كان بينزل كيميكال ترانسميتر ولا لا؟ يعني بصوا تعالى نتخيل الرسم، النيرف المفروض ينزل كده، ده الطبيعي اللي هو اللاترال كورتيكو سباينال اللي عامل كراسه. في النورمال المفروض ان النيرف ده بيعمل ايه؟ عاملها بلون تاني بالاحمر، بصوا سينابس، وينزل اسيتايل كولين عند الانتيريور هورمز، ده الطبيعي فينا كلنا. اما الراجل ده الاسيتايل كولين اخباره ايه؟ هتقول يا دكتور ده ما اكتملش همسحه. فالنيرف هنا كان عمال بيطلع اسيتايل كولين قبل ما يقطع، مش كان فيها سايكلين؟ سايكلين اهو، قبل ما النيرف يقطع كان موجود حوالين الانتيريور هورن سيل، بالاضافه ان المصل نفسها كان فيها ريسبتور اسمه نيوكليير تشين اللي رسمناها قبل كده، كان بيطلع افلنت، الافلنت ده عايز يعمل ايه؟ سينابس عند الانتيريور هورن سيل. يعني عايز توصل ايه يا دكتور؟ الاسيتايل كولين مصدره جاي من مكانين، اول مكان جاي من التراك قبل ما يتقطع اللي هو الفولانت، ده المصدر الاول. طب والمصدر الثاني للاسيتايل كولين جاي من الافرنت اللي خارج من المصل ريسبتور. طب وبعدين فضل يتراكم حوالين الانتيريور هورن سيل ست اسابيع، فاكرين؟ شهر ونص. طب حس بيا دي هورن سيل؟ لا مش حس، عمال اتراكم حواليك؟ قالت لا. في اثناء الست اسابيع ربنا عمل حاجه روعه، عمل ايه؟ بصوا بقى ونعمل زوم عليها واعملها باللون الاحمر. بصوا عمل دي، زود عدد الريسبتور على الانتيريور هورن سيل. طب ليه زود عدد الريسبتور حواليا اسيتايل كولين كتير وانا بنكد لنفسي بعد الست اسابيع؟ عايز استجيب ولا لا؟ عايز اعمل ريكفر، انا عايز ارجع لطبيعتي، انا مش هفضل في شوك طول عمري. فزودت عدد الريسبتور، ازود عدد الريسبتور بارادتي سميناها اب ريجوليشن، واخدت الكلمه دي في الاندوكراين. اب تيجي نزود العدد؟ لان الاسيتايل كولين كتير، شويه يمسكه هنا وشويه هنا وشويه هنا وشويه هنا. ايه ده؟ هتقولي طب احنا عايزين نسالك سؤال محرج بقى، سالته بقالي سنين، والاسيتايل كولين اللي بيتراكم ده هو ما فيش حد تخلص منه؟ اقول لك ارجع لسنه اولى. طرق الريموفال للاسيتايل كولين حاجتين، يا اما ري ابتيك ترجعه للنيرف تاني، وده مش هيحصل لان النيرف اساسا اتقطع. هتعمل ريابتيك لمين؟ لنيرف فيسيكلز فين؟ او اكسره بكولين استريس، لا يوجد كولين استريس في هذا المكان. موجود عارفين عند الجنكشنز بين الاعصاب وبعض، مش هقول نيورو ماسكولار، بتكلم على البرين، مش موجود هنا. يبقى كل الاسباب اتجمعت ان الاسيتايل كولين ايه؟ يتراكم هنا. هتقولي طيب وزاد ايه؟ زاد لان المصر عماله طول الوقت تبعت قفل. طب وبتبعت قفل ليه؟ جرافيتي، جاذبيه بتحاول توقعها، فالريسبتور حست كده فبعت قفل، في نهايته سايناس طلع اسيتايل كولين، جرافيتي ما بتوقفش. تخيل كل ثانيه انت عمال تطلع اسيتايل كولين، بالاضافه للاسيتايل كولين القليل من بقايا النار. في النهايه السايكل عمال بيزيد، وانت
اتسمى الكلام ده في الكتاب ايه؟ اتسمى اسم جميل. ده اول سبب بقى، دي نيرفيشن هايبر سنسيتيفيتي. عارفين معنى الكلمه دي؟ دي نيرف يعني انقطاعات النيرف. لكن مين اللي بقى هايبر سنسيتيف؟ الانتيريور هورن سيل بقى حساس بزياده وزود عدد الريسبت. هتقولي طيب ولما ده يحصل ايه علاقته بالريفلكس؟ لا هقول لك، لو جيت ضربت على اي تندون في جسمك، التندون بيحصل له ستريتش، هيحصل الريسبتور اللي جوه المصري حست ان الوتر اتشد فبعدت قفل، راح للانتيريور هورن سيل. فالانتيريور هورن سيل طلعت مين؟ افرنت زياده بألف زياده، فحصل كونتراكشن جامد. تمام؟ حصل كونتراكشن جامد بسبب ايه؟ بسبب الموضوع ده. يبقى اذا رجوع الريفلكس، هتقول لي طيب والفولنتري موفمنت ترجع؟ ابدا. نو نيورولمنال شيز. يبقى دي اول ميكانيزم. تاني ميكانيزم، هو على فكره هما ثلاث ميكانيزمات لعوده الريفلكس. الميكانيزم الثاني مهم قوي بقى، النيرف ده لما بيتقطع اللي هو ده المنقط ده الاسود اللي المفروض كان ينزل، قال لك انا لما اقطع هعمل حاجه اسمها كولاترالز. يعني ايه كولاترالز؟ النيرف لما بيتقطع بيطلع سايد برانشز، ساعات بتوع الاناتومي بيسموها سبراوتس، بقايا. يعني نيرف اتقطع بس في بقايا ممكن ايه تطلع زوايد. الكولاترالز دول لما طلعوا من العصب قالوا احنا هنشغل مين؟ هنشغل الانتر نيورون، هشغل انتر نيورون اللي ما بين افرنت وافرنت. وكل ما تعملوا لي ادي زوم، ادي كولاترال، كل ما تعملوا كولاترالز زياده كل ما هنشغل انتر نيورون زياده. طب ما هو الانتر نيورون الزياده ده بيفرز ايه؟ كيميكال ترانسنت تتجمع على الانتيريور هورن سيل، ويضطر الانتيريور هورن سيل يزود عدد الريسبتور فيبقى هايبر سنس. يبقى الميكانيزم الثاني جراس اوف كولاترالز زياده. في ميكانيزم ثالث وعليه جدل في المراجع ومن دكتوره شاديه شخصيا، ان الانتيريور هورن سيل ده عليه انهبيتوري وفاسيليتاتور امبلس، صح؟ ما هو اي مكان في السباينال كور فيه سنترز تعمل ستيميوليشن وسنترز انهبيشن. الانتيريور هورن سيل على فكره في مكانين في الكورتكس يوقفوا، مكانين في الكورتكس، مكان اسمه اريا 6 وفور اس، ومكان واحد في الكورتكس شغال اسمه اريا 4. يبقى اريا 4 ستيمولاتري و6 وفور اس انهبيتوري. قالوا في المراجع ايه؟ قالوا لما التراك يتقطع معظم الانهبيتوري امبلس من فوق ما بتنزلش على الانتيريور هورن سيل، يبقى كان الانتيريور هورن سيل احنا عتقناه من الانهبيشن. يبقى مين اللي شغال عنده بس؟ فاسيليتيشن. هتقولوا بس في نقطة مش مقتنعين، دكتور فاسيليتيشن ايه؟ ده التراك اتقطع. اقول لك فاسيليتيشن جه منين؟ فاكرين لما قلت في الفيديو بتاع الابر موتور ان الريتيكولار فورميشن اللي موجودة في البونز ليها انترنسك اكتيفيتي؟ كده كده شغالة لوحدها، ما يهمهاش بقى الكورتكس سليم او لا، ده جزء من الاسباب. بس اهم سببين ليك كطالب نمبر 1 اند نمبر 2، انا كده قلت عودة الريفلكسز، بس لازم اقول العنوان اللي بعده، مين الريفلكسز اللي هترجع؟ اتفقنا؟ همشي بترتيب سوبرفيشال وديب وفيسرال زائد اذرز عشان ما تدوش. السوبرفيشال الفليكس ويزدرول ريفلكس هو اول ريفلكس هيرجع في العيان بعد 6 اسابيع من الحادثه. فاكرين لما قلت في الاول لو شكيته ما يسحبش ايده ولا في ريفلكس ولا حاجه؟ طب هتقولي طب انا شكيته بعد 6 اسابيع، طب ما يا دكتور فاقد فولانتري موف،
مش هيسحب ايده. مش هيسحب ايده، بس هيبقى في وضع فليكشن. عشان كده الريفلكس رجع لحمايته. هات اي راجل مشلول شكه في رجله، هتلاقي فيه رد فعل يحصل، بالرغم ان مش هو السبب فيه. ايه سبب رد الفعل؟ اهي عشان ما يبقاش الموضوع صعب. ادي البين، انت اتشكيت في اي مكان، حصل تيشو دامج، دخل افرد في السيجمنت بلو ذا ليفل اوف ذا ليجن. الافرد ده بيطلع ايه؟ اسيتايل كولين اللي عمال يتراكم في الست اسابيع. اديله هرم سيل حست فعملت استجابه، فالبايسس عمل كونتراكشن. الكلام ده كله ريفلكس لوكال. طب فولنتري انسان عمر اللي راح ما هيرجع تاني. طب سؤال مهم، الفليكس ويزدرول انت قلت انها هترجع الاول، عندك تفسير ليه؟ معرفش، مفيش كتاب في العالم قال السبب. دايما الموضوع هي فصلت صح؟ لا هي شغاله بس طب اوقف واسكت. لا اوقف مفيش كتاب في العالم قايل ليه الفلكس وسترول ترجع قبل التراست اكستنسور فلكس. بس النقطه اللي تهمني، لو حصل 100 ثوراسيك ليجن، وده انا قلته في الاول، يبقى في بارا ليجيا. هنا بارا ليجيا ايه؟ فلكشن. يعني ايه معناها؟ رجلين الاثنين مشلولين بس في وضع فلكش، كان المسلز اتربست على وضع معين. ودايما لو تفتكر من الفيديوهات اللي فاتت، اذا حدث فلكس وسترول يتبعها كروس اكستنسور ريفلكس. افكرك وانا ماشي حافي، انا بعمل ايه؟ انا ببني رجل. طب والرجل الثانيه مفروده، فدايما الفلكس وسترول يتبعها كروس اكستنسور ريفلكس. وده مهم جدا يا جماعه. يبقى البدايه فليكس وسترو ثم كروس اكستنسور. وقلنا في اجتهادات في المراجع مفيش تفسير منطقي. طيب النقطه اللي تهمنا، طب لو يحصل اكستنسور اسميها ايه؟ بارا ليجيا ان اكستنشن. رجليه الاثنين مشلولين في وضع اكستنشن بطول زايد عن اللزوم. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، العيان ده عنده هايبوتونيا في بدايه الحادثه، بتبقى هايبر تونيا بعد 6 اسابيع وهايبر ريفلكس، وهيكمل على كده. هيعيش بقيه عمره في حاله الستيج اوف ريكفري. وطالما هيكمل على كده سموها اسم جميل، كرونيك ستيج او كرونيك ابر موتور نيورون ليجن. دي الحاله اللي هيثبت عندها الابر موتور نيورون. طب عايز اسال سؤال بمناسبه الفيسرال ريفلكس، انت قلت لنا في الشهر انه ما يقدرش يعمل نيوتريشن. طب وفي المرحله دي يقدر ولا ما يقدرش؟ هيرجع له النيوتريشن كريفلكس وليس فولانتري. احنا اتفقنا دي عوده الريفلكس. يعني ايه يرجع كريفلكس يا دكتور؟ كل ما يتملي اليورينري بلاد يبعت افرد ثم لاترال هورن سيل ويطلع افرد، يحصل نيكتريشن بيسموها اوتوماتيك بلادر. يبقى عامل زي البيبي، البيبي الصغير اللي ما اتعلمش يقعد على البوتي والكلام ده، اول ما بيبدا بلادر على طول بينزل. نفس الكلام الراجل ده بعد شهر ونص يبقى عنده اوتوماتيك بلابر. ودي مهمه جدا لازم تكون عارفها. طب سؤال مهم جدا بقى، الراجل ده ايه اخبار السكشوال ريفلكسز بتاعه؟ يقدر يعمل ايركشن؟ كريفلكس. طيب السكشوال اكت شخصيا ما يقدرش، ان السكشوال اكت فيها جزء فولانتري فما يقدرش. عشان كده بقى قالوا نعمل حركه في العيان ده غريبه جدا. هاجي امسح الحته دي عشان ما تبقاش رسومات داخله جوه بعض واقول لكم
بتاعه below the level of the region. ده الشكل بتاعه. بصوا بقى اللي هيحصل في العين. قالوا انا هعمل سكراش للسكين بتاعه. هنيجي نعمل خربشه للجلد اهي. سكراش للسكين below the level of the region. هخربش السكين تمام below the level. لما بخربش ايه بعمل له بين بسيطه قوي. اي بين في الدنيا في الفيديو اللي قلناه قبل كده كان لازم يحصل المنظر ده اهو. يعمل ايه؟ فاكرين عندي كذا انتر نيورو وصل الانتيريور بورن سيل تمام. يحصل فليكسون وسترول ريفلكس في النهايه عملت فليش تمام. بس لو حاجه غريبه بقى لو ان الانتر نيورونز دول على فكره هيعملوا ايه؟ بص ادي انتر نيورون تاني ودي انتر نيورون تالت. الانتر نيورون ده هيجي يتصل بسيجمنت تحت. ما انتوا عارفين في الاناتومي ان الانتر نيورونز كونكتد تو جذر. يعني انتر نيورون في السيجمنت بلو ذا ليفل اوف ذا ليجن مش بس عملت فلاكشن لا ده زودت عددها وعملت حاجه اسمها الراديشن. فاكرين قلتها قبل كده في فيديو الفلاكس والسترو. يعني ايه الراديت؟ زي قرص الشمس. قالت انا مش مجرد اسحب الدراع اللي حصل فيه السكراش او البين لا ده انا هشغل ايه؟ سنترز في السيجمنت اللي تحت. تصادف ان السنتر اللي هشغله هنا او الانتيريو هورن سيل اللي هيشتغل بالانتر نيورون كونكشن بين السيجمنت دي واللي تحتها شغلت الميكتوريشن سنتر شغلت الديفيكيشن سنتر. ما ده مكانه في السيكرال سيجمنت. يعني تخيل ان الفقره دي كانت لمبر تمام والفقره دي سيكرال. سيكرال في اس 2 و3 و4 ما ده الاوريجن بتاع البلفيك نيرف. قال انا هشغل دول. طب العيان عمل ايه بالاضافه للفليكشن؟ لا ده عمل ديكتوريشن وعمل ديفيكيشن. طبعا كان ريفلكس مش كابولانكا. ده بالاضافه ان حصل له سويلنج ممكن يحصل له على بلو ذا ليفل اوف ذا ريجن. فالمهم العلماء قالوا ايه ده؟ يعني حصل مجموعه ريفلكسات كتيره نتيجه الراديشن اوف انتر نيورون. قالت بقى اوسع اشغل اللي تحت اشغل اللي فوق اشغل اللي جنب اشغل كتير السلام واعمل ريفلكسات كتير. قالوا طب نسمي الموضوع ده ايه بقى؟ ماس ريفلكس. خلي بالك كل كلام على ستيج اوف ريكفري. انا قلت مين رجع؟ ريفلكس. قلت اسباب الرجوع ثلاث اسباب وقلت يرجع ريفلكس وزدرول قبل كروس اكستنس وقلت الميكتوريشن والديفيكيشن يرجعوا كريفلكس بس اوتوماتيك بلادر يبقى عامل زي البيبي ما يقدرش يتحكم في السفنكتر. وقلت ان لازم اتكلم على ناس ريفلكس. طب ايه اللي يخليني ما انساش الماس ريفلكس؟ نصيحه اذا ذكر الفلكس وزدرو لازم افتكر الانتر نيورونز وافتكر علاقه الانتر نيورون بالسيجمنت اللي تحتها وتشغل سنترز كتيره سميناها ماس ريفلكس. بس في نقطه لازم اقولها دلوقتي. الماس ريفلكس ده سيختفي بعد 6 شهور من حادثه يختفي. طب يا دكتور قبل ما يختفي هو ايه اهميته؟ ناحيه نفسيه. يعني ايه؟ الراجل ده فقد الفولنتري موفمنت طول العمر متفقين. فهنقول له ايه؟ لو عاوز تعمل ميكتوريشن انا عايزك تعمل سكراش للسكين في الميديال سايد اوف ذا ساي. خبش جلدك او زغزغ السكين في الفخ من جوه. لو انت عملت كده ليه الصاي؟ لان الصاي ده لمبه سجن وتحتيها السيكرال سجن اللي فيها الميكتوريشن والديفيكيشن سنتر. قال يعني هتتحكم في الميكتوريشن زي ما بنقول بالبلدي انا اسف بس اللفظ بيتقال بتحمسه. يعني بنوهمه يعني بنوهمه ان انت تقدر تعمل ميكتوريشن. انت مش هتعمل حاجه. ده كل ده ريفلكسز حته نفسيه للناس اللي بيجيلهم اكتئاب شديد
خلاص كل شيء راح كده. انا قلت ستيج اوف ريكفري، ناقص لي كلمه ونص الفيديو 3 دقايق وخلاص. النقطه المهمه اساس اخبار البلاد بريشر ايه؟ البلاد بريشر انا قلته في السباينال شوك حصل فاس ودايليتيشن وشرحناه. تعالوا نفكر هنا، انا عندي ايه؟ عندي لاترال هورن سيل. فاكرين الاولانيه لاترال هورن سيل؟ اللاترال هورن سيل اللي كانت في الاول مش حاسه باي سيجنال تجيلها. اللاترال هورن سيل قالت في افنت بيجي لي، سيبكم من الافنت، التراكت اللي المفروض يجي لي من الفاسو موتور سيل مش اتقطع بالسيجمنت اللي في النص؟ قلنا لها اه. قالت طب وقبل ما يتقطع مش كان في نيرف نازل عليا وكان مطلع كيميكال ترانسميتر من خلاله انا بوصل للبلاد فيسل؟ قالت ما هو لما بيتجمع الكيميكال ترانسميتر انا هزود عدد الريسبتور اللي موجوده عليا، كاني بقلد الانتيريور هورن سيل. قلنا لها يعني معنى كده انك بتبتدي تشتغل هنا؟ قالت اه، وهعمل فازو كونستريكشن. سبحان الله، والضغط يزيد والبلاد فلو يرجع يزيد للتشي، ما هو ما يبقاش موت وخراب ديار. الراجل ده خلاص انتهى في البرايت مود. بيت سور كانت في بدايه الحادثه، لكن بعد شويه ربنا يعني بيرحمه يقول له لا هنقلل البيت سورز اللي جايه. بس في سؤال في الشفوي المهم، الضغط هنا عالي، هل هيفضل عالي على طول؟ لا، يعلى وينزل. يا دكتور ليه يعلى وينزل تاني؟ في سنه اولى اخدتم ان البار ريسبتورز كانت بتعمل انهيبيشن للفازو موتور سنتر، كانت بتعمل ريجيوليشن على البلاد فيسلز، دي معروفه. طب ما عشان تعمل ريجيوليشن لازم عن طريق اعصاب. طب هو الاعصاب اللي نازله من البارو ريسبتورز دي لازم تعدي على السجن، طب دي مقطوعه، فما فيش ريجيوليشن دقيق للضغط. عشان كده يقول لك ضغط يزيد ويقل، فاتسمت في الكتب بكلمه جميله جدا لابايل بلاد بريشر. كلمه لابايل يعني انت مش ثابته على حاجه، ضغط يعلى ويقل. طب نقطه مهمه بقى، انت قلت لنا ان ست شهور بعد الحادثه ماس ريفلكس اختفى، وايه كمان هيختفي؟ مش فكره يختفي، هيظهر ريفلكسز جديده. يعني ايه بقى ريفلكس جديده؟ ده بعد ست شهور من الحادثه العيان ده يقدر يقف. هتقول لي ما هو يقف هو يقدر يمشي؟ لا، ما يقدرش. لو عنده شلل نصفي ما يقدرش ان هو يمشي زي الاول، ايديه ضعيفه ورجله ضعيفه، يبقى ماشي كده ايديه جنبه ماشي كده وماشي على الشمال، اليمين مشغول كده، وبالعلاج الطبيعي بيتحسن. واتفقنا في الفيديو اللي فات العيان ده يقدر يمشي ليه؟ ليه يقدر يمشي؟ لان الترانك عنده سليم سبلايد بالاكسترا بيراميدال سيستم. اكسترا بيراميدال سيستم اللي بدايتها اريا 6 ما لهاش علاقه بالحوار، قالت انا همشي في سكه ثانيه ويقدر يمشي. اه، يبقى هو الماس ريفلكس اختفى، هيظهر عنده قدره انه يوقف، بيسموها بوزيتيف سبورتنج رياكشن. يعني ايه رأي سبورت؟ كان الارض مغناطيس بيجذب رجله، بيوقف، بيديله دعاء. في نقطه انا عايز اقولها في نهايه الفيديو ده، فيلير يعني ايه؟ فرضنا ان انا في السباينال شوك ما اديتوش بروتين ولا ركبت له قسطره ولا حقنه شرجيه ولا اهتميت بالعيان ده ولا عالجته، هيحصل ايه؟ لا يمكن الريفلكسز هترجع، لان انت لازم تهتم بيه في المرحله دي عشان يدخل في مرحله عوده الريفلكس. فكلمه ستيج اوف فيلير كانها بالظبط سباينال شوك، هايبوتونيا، هايبو ريفلكسيا، لوس اوف موفمنت، لوس اوف سنسيشن، كانك ما عملتش حاجه خالص، كان فتره الست اسابيع ما استفادتش بيها تماما الانتيريور هور مثلا. في نهايه الفيديو ده عايز بسرعه اقول كل النقط المهمه، باظت سيجمنت،
قول لي السبب. قول الليفل ثلاث كلمات. لازم تقول ثلاثة ستيجز: سباينال شوك، ريكفري، وفيلير. في السباينال شوك قول لي السبب، قول الإفكتس، قول الديجري الديوريشن، هفضل في صدمة قد ايه. في الإفكتس انا قلت الثلاث عناوين: واحد سنسيشن، اثنين موفمنت، ثلاثة ريفلكس. جيت في عنوان الريفلكس وقسمته ثلاثة: سوبرفيشال وديل وفيسرال، وخلصتها. قلت الكومبليكيشنز وقلت العلاج في السباينال شوك. ستيج اوف ريكفري، عودة الريفلكس، ده حتى اسباب عودتها برضه ثلاثة. يا جماعة ده فيديو الثلاثات، ثلاث اسباب. وقلنا مين يرجع قبل مين، والتفسير مش دقيق قوي. وقلنا الاوتوماتيك بلادر، وقلنا ناس ريفلكس اوعى تنساه، واتكلمنا على الضغط يزيد ويقل ومفيش ريجوليشن. واذا انت دكتور ما عندكش ضمير وما اهتمتش بيه في السباينال شوك، انت بتدخل العيان في الفيلر. في حته صغيره في السباينال كورد مش محتاجه ان انا اشرحها، ممكن يبوظ في السباينال كورد ايه؟ لا كومبليت ولا هيم، يبوظ فقط جزء. يعني اظن بس البوستيريور هو، او اظن بس الانتيريور هو. عشان كده ساعات لو في بعض الكتب يقول لك ايه؟ بوستيريور كوادرانت، الحته دي الربع ده باظ، او انتيريور كوادرانت ليجنز. وكده خلصنا الفيديو.